يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تعليق مختصر حول إلغاء محاضرة يوم غد التي هي بعنوان أمة وسطة المقامة في قاعة الصداقة. أولا نقول قدر الله وما شاء فعل كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني حاجة بوصي الإخوان بالصبر والطمأنينة والعمل في دعوة الله سبحانه وتعالى في كل المجالات وكل الأماكن، لأنه دعوة ما خاصة بقاعة الصداقة بس ولا غيرها، دعوة في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك برضو الإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر على الحكام وصبر على الحاكم حتى كان يقول لو كانت لي دعوة مجابة لدعوت بها للحاكم، كما أنه لا يجوز الطعن في الحاكم كما معلوم عند جميع الإخوان. وأزيد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله وأصبروا فإن الأمر قريب. وصحه الألباني في تصحيحه في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.